الأخبار من ATV العدالة وفيها: سمو الأمير وسلطان عمان يشملان برعايتهما وحضورهما حفل افتتاح مصفاة الدقم. مجلس الأمة يوافق على مشروع قانون بتعيين مخصصات رئيس الدولة. ونواب خلال مناقشة الخطاب الأميري التأكيد على التعاون بين السلطتين. الداخلية تضبط 13422 زجاجة خمر تقدر بقيمة 1,000,000 دينار. الأرصاد فرص لأمطار متفرقة في عطلة نهاية الأسبوع. ومن العناوين إلى التفاصيل: بحفظ الله ورعايته عاد حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد والوفد الرسمي المرافق لسموه إلى أرض الوطن قادما من سلطنة عمان الشقيقة، وذلك بعد زيارة دولة ورعايته وحضوره حفل افتتاح مصفاة الدقم والصناعات البتروكيماوية. رافقت سموه السلامة في الحل والترحال. تحت رعاية وحضور حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد وأخيه حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة، أقيم حفل افتتاح مصفاة الدقم والصناعات البتروكيماوية، وذلك بولاية الدقم بسلطنة عمان الشقيقة. هذا وقد وصل الموكب المقل لسموه وأخيه جلالة السلطان إلى موقع حفل الافتتاح، حيث أقيم استقبال شعبي شارك فيه عدد من أهالي وأبناء محافظة الوسطى الكرام، قدموا خلاله مجموعة من الفنون العمانية. وفي مستهل الحفل تم عرض فيلم حول المشروع الذي يعد أكبر مشروع استثماري في قطاع المصافي والبتروكيماويات، حيث سلط الضوء على الدور الحيوي للشراكة الكويتية العمانية في رحلة المصفاة نحو الرخاء. ثم تفضل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد وأخوه حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان بإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية الخاصة بافتتاح المصفاة. بعدها توجه سمو أمير البلاد وأخوه جلالة السلطان وبمعيتهم رئيس مجلس إدارة مجموعة أوكيو ونائب رئيس جهاز الاستثمار العماني ملهم بن بشير الجرف إلى غرفة التحكم الرئيسية بالمصفاة، حيث تم الاستماع إلى شرح تفصيلي عن عمليات المصفاة المشتركة. ثم تم تقديم هدية تذكارية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد بهذه المناسبة، وقد تفضل سموه بالتوقيع على سجل الإرث. بعدها غادر سموه وأخوه جلالة السلطان مكان الحفل بمثل ما استقبلا به من حفاوة وترحيب. رفع نائب رئيس مجلس الأمة ورئيس الجلسة محمد المطير جلسة مجلس الأمة التكميلية على أن تعقد في تاريخ 13 من فبراير الحالي، وكان مجلس الأمة قد انتقل في جلسته التكميلية إلى مناقشة بند الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي 17 لمجلس الأمة. وافق مجلس الأمة في المداولتين الأولى والثانية في جلسته التكميلية بالإجماع على مشروع قانون بتعيين مخصصات رئيس الدولة، وجاءت نتيجة التصويت في المداولتين بإجماع الحضور البالغ عددهم 53 عضواً. ويقضي مشروع القانون في مادته الأولى بتحديد مخصصات رئيس الدولة الحالي مدة حكمه بمبلغ 50,000,000 دينار سنوياً، وترصد قيمة هذه المخصصات في الميزانية السنوية وتحسب من مصروفات الدولة العامة. ونصت مادتها الثانية على أن تحدد شروط استحقاق أفراد العائلة الحاكمة في هذه المخصصات وطريقة تقريرها وصرفها بأمر أميري، فيما حددت مادتها الثالثة بأن يعمل به من تاريخ 17 من ديسمبر 2023.
شدد عدد من النواب في مداخلاتهم خلال مناقشة الخطاب الأميري على ضرورة استمرار تعاون الحكومة ومجلس الأمة والالتزام بالخارطة التشريعية وإقرار القوانين، وأكدوا حتمية تعزيز النسيج الاجتماعي وتقوية الصف الداخلي وحماية الهوية الوطنية ومكافحة الفساد وحماية المؤسسة التشريعية وتنويع مصادر الدخل، ودعوا إلى مراجعة قرارات وقف التعيينات والندب التي أضرت بشريحة كبيرة من المواطنين والإسراع في إيقاف تلك القرارات حتى لا تستمر معاناة هؤلاء المواطنين. لم يسبق في تاريخ الكويت السياسي على مدى 60 سنة أن تلتقي إرادة المجلس مع إرادة الحكومة مع توجهات القيادة السياسية فيما يتعلق بتمهيد الأرضية لفرض عهد جديد مقومات واعدة وآمالة تتناسب مع حجم التحديات اللي موجودة، وكذلك الأهم من ذلك خلق صف كويتي واحد بكل توجهاته للتصدي لما هو قادم. حجم التحديات الأخ الرئيس والشعب الكويتي الكريم كبير جدا وخطير جدا، وهناك استحقاقات إذا لم نوفق لا سمح الله بالتحضير لها والاستعداد لها ووضع الآليات المناسبة للمضي فيها راح تكون كلفتها عالية جدا. فالإنجازات أخ الرئيس التي تحققت خلال فترة الوجيزة الماضية جاءت في ظل التوافق وتعاون غير مسبوق بين السلطتين، وعلى الحكومة الحالية أن تقرأ المشهد السياسي جيدا إن كانت بالفعل عازمة وجادة في معالجة الملفات التي ينتظرها المواطنون لحسمها، لا سيما طبعا نتكلم عن تحسين المستوى المعيشي وكذلك في كثير من القضايا اللي صراحة أتطرق لها بإذن الله. وافق مجلس الأمة في جلسته التكميلية على طلب مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة مؤقتة لحماية الأسرة من المخدرات، وزكى المجلس لعضوية اللجنة كلا من النواب الدكتور حمد المطر وحمد العبيد والدكتور حسن جوهر. أخ الرئيس، 60% من القضايا اللي موجودة في المحاكم قضايا مخدرات، 70% من الطلبة في كل المدارس 610 ألف طالب كلهم في عندهم ظواهر سلبية مقدمات للمخدرات، ولذلك نحتاج لجنة متخصصة أكثر. أعلم قد تكون حتى اللجنة التعليمية تناقش هذا الموضوع، بس أنا أخواني أنا عندي مشروع في هذا الموضوع مكتوبا ورؤية مكتوبة أبي أجابلها مع 2 من أخواني أعضاء اللجنة. قضية جدا مهمة جدا مهمة تتعلق في حماية جيل وأسر تضيع. أرجوكم إخواني، أرجوكم الموافقة على هذه اللجنة، والأخ عبد الله حياك الله معانا باللجنة، خلونا تكون لجنة متخصصة حتى أحقق ما نصب إليه لحماية جيل وحماية شعب. وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، وزير الدولة لشؤون الشباب، وزير الدولة لشؤون الاتصالات داود معرفي في مداخلة له أثناء مناقشة البند، إن الحكومة ستلتزم كعادتها بالامتناع عن التصويت بانتخابات اللجان البرلمانية. الحكومة راح تلتزم كعادتها إن هي ما تتدخل في موضوع اللجان الخاصة في بما أن شيء يتعلق في الأخوة الأعضاء، فالحكومة كلها ممتنعة على أساس لا ينحسب لها صوت سواء موافقة أو ضد. وافق مجلس الأمة في جلسته التكميلية على مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بميراث الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2023-2024 بإجماع الحضور البالغ عددهم 52 عضواً. ويقضي مشروع القانون في مادته الأولى بفتح اعتماد إضافي بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2023-2024 بمبلغ 50 مليون دينار بميزانية وزارة المالية الحسابات العامة الباب 8 مصروفات وتحويلات أخرى. ونصت المادة الثانية بأخذ الاعتماد الإضافي المشار إليه في المادة الأولى من المال الاحتياطي العام للدولة.
أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط 13,422 زجاجة خمر كانت مخبأة وسط شحنة قادمة من إحدى الدول الآسيوية عبر ميناء الشويخ، وتعتبر أكبر ضبطية خمور مستوردة منذ بداية السنة وتفوق قيمتها 1,000,000 دينار كويتي. وقالت الوزارة إن هذه الضبطية تمت بمتابعة مباشرة من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف. وأعرب وزير الداخلية بالوكالة ووكيل وزارة الداخلية بالتكليف عن شكرهما وتقديرهما لرجال قطاع الأمن الجنائي ممثلا بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات ومنتسبي الإدارة العامة للجمارك على جهودهم المخلصة في التصدي بكل قوة وحزم لمحاولات تهريب الخمور وترويجها. أعلنت جمعية الهلال الأحمر الكويتي توجيه 4 شاحنات بحمولة 100 طن من المساعدات والمواد الإغاثية وسيارة إسعاف إلى اليمن عبر الأراضي السعودية ضمن إطار حملة الجمعية في تقديم العون والإغاثة العاجلة للأشقاء في اليمن. وقال المدير العام للجمعية عبد الرحمن العون إن هذه المساعدات الإنسانية تأتي في إطار توجيهات القيادة السامية في الدولة لتقديم المساعدات للشعب اليمني الشقيق لتخفيف معاناتهم في ظل الظروف الراهنة. أعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة استشهاد 123 فلسطينيا وإصابة 169 آخرين من جراء استمرار قصف طائرات الاحتلال للأحياء السكنية في القطاع لليوم 124 على التوالي. وقالت السلطات الصحية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت منذ أمس 16 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، وأن العديد من الضحايا لم تتمكن الطواقم المختصة من الوصول إليهم في الطرقات وتحت الركام. وأشارت إلى أن حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر الماضي ارتفعت إلى 27,708 شهداء و 67,147 مصاباً. أكدت السعودية أنه لن تكون هناك علاقات دبلوماسية مع الكيان الإسرائيلي المحتل ما لم يتم الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان إنه فيما يتعلق بالمناقشات الجارية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية بخصوص مسار السلام العربي الإسرائيلي، وفي ضوء ما ورد على اللسان المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي بهذا الشأن، فإن وزارة الخارجية تؤكد أن موقف المملكة العربية السعودية كان ولا يزال ثابتا تجاه القضية الفلسطينية وضرورة حصول الشعب الفلسطيني الشقيق على حقوقه المشروعة. توقعت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية أن يكون الطقس غدا وفي عطلة نهاية الأسبوع معتدلا إلى دافئ نهارا وباردا ليلا مع فرص لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا السبت ليلا. وقال مدير الإدارة عبد العزيز الجراوي إن خرائط الطقس والنماذج العددية تظهر تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي غدا وبعد غد مع تشكل الضباب الجمعة ليلا ويضعف المرتفع الجوي تدريجيا ما يسمح بتقدم منخفض جوي صباح السبت قادما من الجنوب الغربي يؤدي لتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة تتخللها سحب ركامية. وأضاف الجراوي أن الطقس نهار غد الخميس يكون معتدلا ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 22 و24 درجة مئوية. وعن الطقس نهار بعد غد الجمعة أفاد الجراوي بأنه يكون دافئا وتظهر بعض السحب المتفرقة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 23 و25 درجة مئوية. أشاد رئيس اتحاد الرماية الكويتي دعيج العتيبي بالإنجاز الذي حققته رامية الاتحاد في منافسات دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات المتواصلة حاليا في مدينة الشارقة الإماراتية والمتمثلة بفوزهن ب4 ميداليات متنوعة بواقع ذهبية وفضية وبرونزيتين.
قال العتيبي عقب استقباله للوفد الكويتي إن هذا الفوز جاء نتيجة للعمل المتواصل للاعبات والاستعداد الجيد لهذه البطولة، إضافة لدعم الهيئة العامة للرياضة بالرماية. من جانبه قال أمين السر الاتحاد عبيد العصيمي إن تحقيق الراميات لهذا الكم الجيد من الميداليات يضيف الكثير للرياضة النسائية في الكويت، مهدياً هذا الفوز للقيادة السياسية للبلاد ولأسرة الرماية الكويتية. سعيدين جداً بتواجدنا في استقبال أخواتنا وبناتنا الفائزين في دورة المرأة الدورة العربية في الشارقة، وهذا مو غريب عليهم، وإحنا نتفائل إن شاء الله في المستقبل يحققون فوز على مستوى دولي إن شاء الله، وهم قادرين، وهم طبعاً أكثرهم يعني ناشئين وفيهم إن شاء الله مستقبل طيب إن شاء الله. أشكر كل من دعمنا، أشكر الهيئة العامة للرياضة، أشكر اللجنة الأولمبية، أشكر جميع مؤسسات الدولة ووزارة الدولة اللي دعمتنا، نشكر حكومتنا الرشيدة بقيادة سمو الشيخ محمد صباح السالم الصباح حفظه الله على دعمه الكريم للرياضة في بلدنا الكويت وللشباب الكويتي، كما أشكر كل من ساندنا من أخواننا أعضاء مجلس إدارة والعاملين في نادي الرماية الكويتي الرياضي. أهنئ الفائزات وإن شاء الله دائما فوز للكويت مستحق إن شاء الله ومتواصل على طول. سعداء باستقبال أبطال رماية بطلاتنا في المشاركين في دورة الألعاب للأندية العربية التي تقام في الشارقة، واللي حصلوا على 4 ميداليات ذهبية وفضية وبرونزيتين. طبعا هذا إنجاز للرماية النسائية وإضافة إلى إنجازات أيضا رماتنا في الألعاب الأخرى، وهذا دليل على نجاح نادي واتحاد الرماية من خلال وضع الخطط الاستراتيجية لتطور رياضة الرماية. طبعا أتشرف باسمي وباسم إخواني رئيس وأعضاء مجلس الإدارة أن نهدي هذا الإنجاز إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وإلى سمو رئيس مجلس الوزراء وإلى الشعب الكويتي. طبعا المنافسة كانت كبيرة، أنت عارف أن في دول قوية، بس احنا لما نسافر برا الكويت نمثل الكويت ونكون حريصين ان احنا نرجع ميدالية ذهبية وتكون رافعة اسم الدولة ورافعة اسم الكويت، ودائما كلنا فخر لما نطلع نكون احنا الكويت. اهدي الميدالية هذه حق امي، لان امي كانت الدعم الاول لي والاخير، ودائما هي بظهري، وحق كل يعني الصراحة الكل واقف معنا سواء نادي الرماية او اهلنا او احبائنا، بس انت سألتني كشخص محدد حق امي.